صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجب على جميع أهل القرية إقراء الضيف النازل بهم يوما واحدا، أم أنه يجب على كل مستطيع إقراءه يوما وليلة؟ الضيافة الواجبة يوم وليلة، والسنة 3 أيام، وإذا تعاون الجيران أو أهل القرية تعاونوا على ضيافة الضيف هذا شيء طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم.